يبتدئ تحقير الأنثى في الإسلام من لحظة ولادتها، حيث يضحى عن المولود الذكر بشاتين شكرا لله، ولكن يضحى عن الأنثى بشاة واحدة. قال نبي الإسلام محمد: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. ويجيز الإسلام أن يزوج الأب ابنته قبل بلوغها. يقول القرآن في حديثه عن العدة، وهي الفترة التي لا يجوز فيها للمنفصلة عن زوجها أن تتزوج، وذلك للتأكد من عدم وجود حمل. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اللائي لم يحضن أي اللائي لم يبلغن. قال الصحابي أبي بن كعب: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال. فأنزلت: واللائي يئسن من المحيض. وإلى هذا التفسير ذهب مفسرو القرآن على مر العصور، ومن أبرزهم الطبري: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول. البغوي: يعني الصغار اللائي لم يحضن. الزمخشري: هن الصغائر. القرطبي: يعني الصغيرة. ابن كثير: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، أن عدتهن كعدة الآية ثلاثة أشهر، ولهذا قال: واللائي لم يحضن. المحلي والسيوطي: لصغرهن. الآلوسي: الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. وحين كان نبي الإسلام قد تجاوز الخمسين من عمره، زوجه أبو بكر ابنته عائشة وعمرها ست سنوات، ودخل عليها محمد حين صارت ابنة تسع. تقول عائشة كما في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين: تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. وقد أجمع الفقهاء على جواز تزويج الصغيرة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله عائشة وهي بنت ست سنين. وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكرة الصغيرة جائز إذا زوجها من كفر، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. وقال ابن قدامة: وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة للنبي وهي ابنة ست ولم يستأذنها. ويحق للزوج أن يجامع زوجته الصغيرة حين يصبح جسدها قادرا على احتمال الجماع حتى ولو لم تبلغ. أما قبل قدرتها على الاحتمال فيجوز الاستمتاع الجنسي فيما دون الجماع. قال الخرشي: وقوله وأمكن وطئها أي بلا حد سن، بل يختلف باختلاف الأشخاص، ولا يشترط الاحتلام فيها كالرجل، لأن من أطاقت الوطأ يحصل بها للرجل كمال اللذة. وقال الزيلعي:
واختلفوا في حده، فقيل بنت 9 سنين، والصحيح أنه غير مقدر بالسن، وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن. وهذا ما حصل مع عائشة، حيث أن أهلها سمنوها قبل أن يزفوها إلى محمد. تقول عائشة: كانت أمي تعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القساء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. ولذلك قال السرخسي تعليقا على الرواية عن عائشة: وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال، فإنها زفت إليه وهي بنت 9 سنين، فكانت صغيرة في الظاهر. وجاء في الحديث أنهم سمنوها، فلما سمنت زفت إلى رسول الله. لم هو أولا ليس هناك في الشرع تحديد لسن الزواج، على طول كده ليس هناك في الشرع تحديد لسن الزواج. يعني اللي فهمته كده، اللي فهمته كده انك موافق. نعم. انت بتأيد الفتوى دي؟ مش بأيد الفتوى دي. امال ايه؟ ده مش بأيد الفتوى دي. يعني 9 سنين ينفع؟ انت تحتمل الزوج، يعني تحتمل المعاشره، تحتمل الزوج، تحتمل البنت الزواج. تحتمل الزواج من عندها كام سنه؟ نعم. انا ما اعرفش بقى، ما هو في عندها، في عندها، هقول لسيادتك، الجدات عندها 15 سنه ومقروضه قد كده هون، وما تنفعش الحاجه وما تعرفش حاجه. في واحده عندها 10 سنين وتلاقيها بسم الله ما شاء الله قد الحيطه مثلا. هي العمليه بتتوقف على ايه؟ يعني مش مرتبطه بسن. لا، مش مرتبطه. الشرع لم يحدد. يعني بنت عندها 9 سنين وقد الحيطه، تنفع تتجوز؟ اه ما ينفعش ليه؟ طب اكيد اتصلوا بينا على 91 235. اصل انا مش في مود مناقشتك النهارده غير الشيخ، كلام صعب قوي. 9 سنين وتتجوز؟ ده 9 سنين وتتجوز اذا قلت اذا كانت قد الحيطه تطيق الفحل، يعني اللي هي بيقول ايوه مويه. هي في الشرع، انا بجيب لك النص بتاع الشرع. هو كده تطيق الفحل. وفي احد اكبر المواقع الاسلاميه على الانترنت والمتخصصة في الإفتاء وردت هذه الفتوى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة رؤية شرعية. وجاء فيها: فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع. وقد بين العلماء أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك. وجاء في فتوى أخرى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج. وقد بين العلماء أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر. هذا ولا يختلف الحال عند المسلمين الشيعة، حيث قال قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. ويقول العلامة الشيعي الأيرواني بأن جواز التمتع بالرضيعة هو محل إجماع عند علماء المسلمين سنة وشيعة. ذكر السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في تحرير الوسيلة مسألة: لا يجوز وضع زوجة قبل إكمال 9 سنين دوما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كلمت بشهوة الظن فما بأس بها حتى في الرضيع. نرجو الشيخ أبي يطيف عند المقطع الأخير وتوضيحه، تفضل. في الحقيقة هذه المسألة جميع فقهائنا متفقون عليها، وهذه عندهم أيضا موجودة لأنها قضية تختص بنا. الآن لو فرض على أنه واحد يريد يتزوج بنت صغيرة بالنكاح الدائم، أنت شنو رأيكم؟ دعونا الآن عن النكاح المنقطع. نكاح الدائم يجوز أنه واحد يزوج بنته صغيرة عمرها مثلا 5 سنين يزوجها لإنسان جاهل أو طفل جاهل. كل الفقهاء يقولون نعم ما في شيء. الأب يتمكن يزوجها وليها،
نعم هو في حدود المصلحة طبيعي، فيتمكن أن يزوجها الأب من دون أي مانع من ذلك. عمرها افترض على أنه سنة ثلاثة سنة افترض، هذه أي مشكلة، وحينئذ تصير حلالا عليها من على ذلك الزوج. قل أراد يقبلها مثلا عن الزوج في مانع أو لا؟ ما في أي مانع لأنه زوجتها، هذه ما في أي مشكلة. هذه يبتدئ احتقار البالغة مع أول علامة على